صور وياها بعين القلب شلون جروا الإمام، شلون تعاملوا وياه، ويش حال الإمام سلام الله عليه يوم راحوا إليه. تقول الرواية: كان إمامنا الكاظم عليه السلام يصلي ركعات عند رأس جده رسول الله، فاجتمع عليه أولئك قطعوا عليه صلاته وصاروا يجرونه جرا إلى ذلك الطاغية. هذا والإمام دموعه تتحادر على خده ينادي: إليك يا رسول الله أشكو ما ألقى من هؤلاء. فلما وصل إلى ذلك الطاغية مثل بين يديه، تقول الرواية: فسبه وشتمه وجفاه. أيها إمام، ثم أمر بوضعه في الأغلال والقيود. الإمام واقف وإذا بسلاسل الحديد تنثر بين يديه، فضجت الناس ضج واحد وإماما وغريبا، تحادرت دموعه على خديه مناديا: ومحمدا وجداه إليك الشكوى يا رسول الله. تفت إليه اللعين: كل ما تزيد النوح بازيد نقيودك، لا تظن حبسك ينتهي وسالم نعودك، وان كان عدنا متت ما بتنال تغسيل. امر يسحبونه، امر يسحبونه ومن المسجد يطلعوه، شدوا بحلقه عمامته وطلعوا يجروه. ايوه امام، امر يسحبونه ومن المسجد يطلعوه، شداب حلقه عمامته وطلعوا يجروه، زادوا حديده ومثل ابو الحسنين قادوه، فوق الجمل ودع عياله ودمعه يسي. ايوه اماما وسيدا، ما ارخصوه في وداع اهله وعياله، مضى على هذا الحال بسلاسله وقيوده نحو البصرة إلى سجن عيسى بن جعفر، وأمره هارون أن يضيق عليه ولا يفتح له أبدا إلا في حالين: إذا أراد الإمام الطهور أو في حال إطعامه. ظل الإمام على هذا الحال من سجن إلى سجن، نقل من سجن عيسى إلى سجن الفضل بن يحيى، ثم إلى سجن الفضل بن الربيع، لا زال ينقل في السجون مكابدا. عض القيود ومثقل أصفادي إلى أن وصل إلى سجن السندي بن شاهك الذي عرف بشدة بغضه إلى أهل بيت الرسالة.
وأمره هارون أن يشدد عليه ليلا ونهارا. أجركم الله شيع مواليل، عندها جعله في طامورة تحت الأرض لا يعرف فيها الليل من النهار. أيوة إماما. وقيده بثلاثة أقياد، قيد على يديه وقيد على رجليه ولف زنجيلا على رقبته، وزنها 30 رطلا. ألم المناد وغريبا ووحيدا وإماما. رواية أنقلها إليك من صاحب المجمع، يقول وكان ربما الإمام أحس بضيق في صدره. وين يتوجه؟ طامورة تحت الأرض، مظلمة موحشة، ما أحد وياه، ضيق. كأني به يقول يتوجه إلى باب الطامورة، فيها فتحة، يقرب وجهه ليشتم الهواء، يحس به اللعين، فيأتي إليه مسرعا، يرفع يده ويلطمه على وجهه. تكسر الخاطر حالته باب الحواية، نوب ينخي عزوته ونوب يعالج. تسمع ونينة بالسجن داخل وخارج، كل ما استوحش صاح وين الهاشميين، وين الحمولة ما تجي، وين الحمولة، جسمي تنحل من هالقياد الثقيلة، زنجيل اللي برقبتي ياهل يشيلها، زنجيل هل برقبتي ياهل يشيلها، وياهل يحل قيدي عن شمالي وليمي. ألم المناد وغريبا وإماما. ظل إمامنا على هذا الحال من الضيق والتشديد والسب والشتم والجفاء، إلى أن أحس بدنو أجله. شيع موالين، كتب إلى علي بن سويد: إني ناع إليك نفسي في ليالي هذه، غير جازع ولا نادم ولا شاك فيما يكون من قضاء الله جل وعز. ويقول صاحب المجمع في روايته أن علي بن سويد قد اتصل إليه في داخل السجن، نظر إلى حال الإمام وإذا به قد شحب لونه، غارت عينه، انتحل جسده، بكى بكاء شديدا كأني بالإمام هدأها. أوصل إليه علي بن سويد: سلامات الشيعة وأشواق من الشيعة. ثم هم بالانصراف وإذا به يستعبر يشوف الإمام، يتأمل فيه: سيدي ما تريد يا ابن سويد؟ قال: سيدي متى الفرج؟ يلا كل واحد منا الليلة ها علي بن سويد يخاطب بيها إمام زمانها: سيدي هذه مظالم شيعتكم، سيدي مظلوميتنا ما تخفى عليكم، شبابنا في السجون، شبابنا يقتلون، سيدي متى الفرج؟ قال إليه يا ابن سويد: الفرج قريب، هذه هي البشارة. متى سيدي؟ قال: يوم الجمعة ضحا على جسر بغداد، هناك اللقاء. يقول علي بن سويد: بعد ما حملتني رجلاي رأسا من الإمام إلى بيوتات الشيعة، أطرق بابا على أثر باب،
أخبرهم بالبشارة. إيماننا يطلع يوم الجمعة، تكتموا على الخبر واللقاء على جسر الرصافة. شلون حال الإمام في هذه الليالي؟ أجركم الله الشيعة موالين. الإمام سلام الله عليه على هذا الحال ساعة، وإذا بالسندي بن شاهك يدخل عليه محملا بإناء فيه رطب، مغضبا نحو الإمام يقول: يا موسى كل من هذا الرطب. وإذا بالإمام يرفع رأسه إلى السماء: يا رب، إنك تعلم أني لو طلب مني ذلك في غير هذا الموضع لكنت قد أعنت على نفسي. بسم الله وبالله، أخذ رطبا تناولها ثم ثنى وثلث إلى السابعة ساعة، وإذا بالإمام يحس بأحشائه تلتهب نارا، يشعر من فيه إلى سرته كأن من يقطعها بالسكاكين أو يشرحها بالمواسي. ألم المناد وإمامه ناداه: زد يا موسى. قال له: حسبك فقد بلغت حاجتك. وظل الإمام سلام للسيف يسمعه اللعين أنواع المسبة والشتم. ألم المناد وإمامة وسيدا. تقول الرواية: فلما أحس بدنو أجله استدعى المسيب ابن زهرة: يا مسيب، إني على ما عرفتك على من الرحيل إلى ربي، فانظر إذا أنا طلبت منك شربة من ماء فشربتها وانتفخ جسدي واصفر لوني واحمر واخضر وجهي وتغيرت ألوانا، فأخبر الطاغية بوفاتي. أجركم الله شيعة موالي. بينما الإمام كذلك يقول المسيب: لازلت أترقب أمر الإمام. أنا على هذا الحال وإذا بصوت الإمام: مسيب، علي بشربة من ماء. صح ونادي وإماماه وسيداه. يقول: جئت إليه، قدمت إليه ماء شربه ساعة، وإذا بجسده ينتفخ لحظات، وإذا بوجهه يصفر ويتبدل ألوانه. نادى المسيب وإماما وغريبا ومسمومة. احنا وياها، الامام غريب ما احد وياه ينعى عليه. صح ونادي واماما. الامام على هذا الحال ساعة، واذا به يستقبل القبلة: تشهد الشهادتين ثم رشح جبينه، سكن أنينه، غمض عينيه، مد يديه ورجليه كأني به، وهو يتلفت يمنة ويسرة ينادي: وغربته ووحدته. ولا زال على هذا الحال حتى تدلت رقبته وفاضت روحه المقدسة. سمعني الضجعات، سمعني الضجع على الإمام وإماما. ما شاف الدنيا ولا ساعة هنية، سرداب مظلم جرع كاسات المنية، بالسجن ما يعرف نهاره من العشية. ألم المناد وإمامه وسيده.
ظل بالسجن مطروح واسفه مصلي الليل ليدين منا مغللة وبحلقة زنجيل وساقا مجرح من قيودة ودمة عيسيل موتة الغربة يا خلق تكسر الخاطر بعد وياي موتة الغربة يا خلق تكسر الخاطر اللي يكسر الخاطر حال الشيعة يلا انقلك الى مشهد اخر ها لا تنشغل بشيء اخر خلك في المصيبة يلا ويا شيعة الامام سلام الله عليه شوية يتوجهون الى جسر الرصافة لكن على اي حال قد لبسوا جديد الثياب وكل واحد يصافح الاخر يوم عيد عدهم ايامك عليك سعيدة الحين يجي الإمام ونقر عنا صغار كبار نساء رجال الشيعة كل اجتمعت على جسر الرصافة شوية وإذا بصوت السلاسل والحديد وإذا بجنازة تلوح من الأفق صاروا ينظرون في وجوه بعضهم البعض ما مستوعبين المصيبة ها أوصف إليك حالهم لجل الجسر الرجال تهرع والنساوين أناس على سطوح المنازل شاب حل عين وتقول بعد ما لفنا سليل ميامين يمتن عاين غرته ونسمع حكية ولا حمامي الأربعة معهم مناديه عدهم جنازة مغللة من هل أيادي وذاك المناد على الجسر رايح وغادي ويصيح مات إمامكم يا الرافضي وياي ويصيح مات إمامكم يا الرافضي أين المنادون وإماما وسيدا وش حال الشيعة كأن على رؤوسهم الطير صار كل واحد يتأمل في وجه الآخر هذا الإمام الكاظم جنازة وبعد ما شالوا منها الحديد والأقياد يعني إمامنا فارق في السجن وحده ما أحد وياه وشيعة علي الكرار يلا ساعدني ها شيعة علي الكرار فجعتهم شديدة من عاينوه مغلل بساقا قيودة مطروح فوق الجسور ما فكوا حديدة صاحوا يا ابو ابراهيم يومك صايرك شر عزنا تبدل يا فخار طيبة وتهامة كل يوم نترجاك ترجع بالسلام ثار الدهر بقلوبنا صواب سهامة مطروح فوق الجسار يا موسى بن جعفر وإمامه وسيده ظل إمامنا على هذا الحال ثلاثة أيام خلوه فرجة إلى الناظور اللي يروح ويجي يتأمل في وجه الإمام والشمات كانت تجتمع كل يوم عند جسد الإمام
والشيعة يبكون. ثلاثة أيام وجهه غومك ورأسه مكشوف، يأتي من يأتي لينظر إليه. علي بن سويد ما برح جسد الإمام، بينما هو كذلك وإذا به يلمح صاحبا قديما له، طبيب نصراني، أيها الطبيب لي إليك حاجة، بحق المسيح اكشف لي عن هذا الميت، أمات حتف أنفه أم ماذا؟ قل. اقترب هذا الطبيب، شال شف الإمام، فركها شمها وإذا بدموعه تتجارى على خده. الله أكبر، حتى أهل الملل الأخرى بكت عليك سيدي، والشمات شمتون عليك وهم من ملة الإسلام. لكن توجه إلى علي بن سويد، سأل هذا السؤال عزيز علي وعليك، ألي هذا الميت عشيرا؟ كسر خاطر علي بن سويد، الله أكبر، هذا سؤال مو هذا شيخ العشيرة؟ صفق جبه وزفر والجيب منه مزق، قالوا مو شيخ العشيرة والعشيرة مفرقة، شتت ووضحت منازلهم، خلية مغلقة، ريت حاضر لو يشيل جنازة عزيز الرضا. حضر الإمام، يقول المسيب شفت الإمام الرضا يغسل الإمام يجهزه، هم يظنون أن أيديهم تصل إليه ولكن لم تكن تصل إليه إلا إيد الإمام الرضا عليه السلام، هكذا جهزوه وصارت الجنازة مهيبة، طلعت والإمام جنازة قدام محمولة على أكتاف الرجال، حتى أعداء الإمام حتى يجبون عن نفسهم التهمة خرجوا في جنازة الإمام في أرض بغداد، جنازة عظيمة. وينك يا أبو يوسف؟ وصف إلينا الحال. قال ما حلى مشية الشيعة من وراء نعش الإمام، كاشفين الروس جملة نشر أسود الأعلى، والنساء نشرت شعرها والزلم تلطم الحار على إمام بالسجن ميت ما حد غمض. بس هو يا أبو يوسف ما عندنا إلا الكاظم مات وما حد غمض، ما عندك واحد آخر؟ قال بلى أكو واحد آخر، لكن إذا أجيب طاريح لازم ألوم الشيعة وأعاتبهم. عن غريب الغاضرية وين غابت شيعته، رأت حضرة وقبل مدوس العوادي جثت، عاينة وزينب تنخي من يشيل جنازته، جثته ظلت على حر الصعيد مرضضة. أحسن وإمامة والسيد. يلا أختم وياك بهذه الأبيات. الكاظم سمعنا ميت بسام، الكاظم سمعنا ميت ابسام، وحده غريب بسجن اظلام، لعضيد يم ولا ابن عام، ميته من هم اله، لكن ما قالوا الى الضلع انتهى، وصندوق صدره ما تحطه، لو قلبه من الثلث ما تهم، لو نحره مقصوص ويصب دم. ما قاله إلى ضلع
تهشام وصندوق صدره ما تحطام لو قلبه من الثلث ما تغام لو نحره مقصوص ويصب دم كاظم قضب حاله شديدة زنجيل ملفوف على جيده محزوز ساقا من قيوده مقال لكن مقال وقصة ويدة ومشيول راس على حديدة قالوا الإمام الكاظم على أي حال قال الكاظم ثلاثة أيام لرجاس خلوه مرمي فرجة للناس لكن مضى المرمي بلا الباس ولا قصة ولا إيد ولا راس وصدر عدل بن عالمنداس هالإمام اللي ثلاثة أيام مرمي على الجسور هالإمام اللي ثلاثة أيام مرمي على الجسور حصل شيالة تشيله وحصل حفارة قبور لكن الحسرة على اللي داس بن عالم أحسن